رؤية 21. بعدين شفت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولانية والأرض الأولانية راحوا والبحر مش موجود بعد كده. وأنا يوحنا شفت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نزلة من السماء من عند الله مجهزة زي عروسة مدينة رجلها. وسمعت صوت عظيم من السماء بيقول أهي خيمة الله مع الناس، وهو هيسكن معاهم وهم هيبقوا ليه شعب، والله نفسه هيبقى معاهم إله عيونهم، وهيمسح الله كل دمع من عينيهم، والموت ما يبقاش بعد كده ولا يبقى حزن ولا صراخ ولا وجع بعد كده، لأن المواضيع الأولانية راحت. وقال اللي قاعد على العرش أهو أنا هعمل كل حاجة جديدة، وقال لي اكتب لأن الكلام ده صادق وأمين. بعدين قال لي كمل، أنا هو الألف واليه البداية والنهاية، أنا أدي العطشان من ينبوع مية الحياة ببلاش، اللي يغلب يورث كل حاجة، وأبقى لي إله وهو يبقى لي ابن. وأما اللي خايفين واللي مش مؤمنين والنكسين والقتلة واللي بيزنوا والسحرة واللي بيعبدوا الأصنام وكل الكتابين، فنصبهم في البحيرة المولعة بنار وكبريت اللي هو الموت التاني. بعدين جالي واحد من السبع ملائكة اللي معاهم السبع كوس المليانة من السبع ضربات الأخيرة، واتكلم معايا وهو بيقول يلا أوريك العروسة مرات الخروف. وراح بي بالروح لجبل عظيم عالي ووراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نزلة من السماء من عند الله، ليها مد الله ولمعانها شبه أكرم حجر زي حجر يشب من البلور، وكان ليها سور عظيم وعالي، وكان ليها 12 باب، وعلى أبواب 12 ملاك وأسامي مكتوبة هي أسامي عشائر ولاد إسرائيل ال 12، من الشرق 3 أبواب ومن الشمال 3 أبواب ومن الجنوب 3 أبواب ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان ليه 12 أساس وعليها أسامي رسل الخروف ال 12. واللي كان بيتكلم معايا كان معاه قصبة من ذهب عشان يقيس المدينة وأبوابها وأسوارها، والمدينة كانت محطوطة مربعة طولها على قد العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة يعني حوالي 2,220,000 متر، الطول والعرض والارتفاع متساوية، وقاس سرعة 144 ذراع ذراع إنسان يعني الملاك، وكان بنى سرعة من يشب، والمدينة ذهب نظيف شبه إزاز نظيف، وأساسات سور المدينة متزينة بكل حجر كريم. الأساس الأولاني يشب، التاني يوت أزرق، التالت عقيق أبيض، الرابع زمرد زبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد صلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحداشر اسمنجوني، الاثناشر دمشق. والاثناشر باب اثناشر لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نظيف زي إزاز شفاف، وما شفتش فيها هيكل لأن الرب الإله اللي يقدر على كل حاجة هو والخروف الهيكل بتاعها. والمدينة ما تحتاجش للشمس ولا للقمر عشان ينوروا فيها، لأن مجد الله نورها والخروف فانوسها، وتمشي شعوب اللي اتنقذوا بنورها، وملوك الأرض يجوا بمجدهم وكرامتهم ليها، وأبوابها مش هتتقفل في النهار لأن ما يبقاش ليل هناك، ويجوا بمجد الشعوب وكرامتهم ليها، ومش هتدخلها حاجة نكسة